هي معايير الجواز بتختلف من الراجل للست؟ اه طبعا، الراجل والست يا امل كائنين مختلفين تماما عن بعض. عارفه زي كده مثلا القرد والنسناسه. الست نسناسه؟ يعني وانا قلت على الراجل فراوله، ما انا قلت قرد برضه. طب ايه المعايير المناسبه بالنسبه للست؟ لا لا دي انا ما اقدرش افتيكي فيها، انا ممكن اقول لك ايه المعايير المناسبه بالنسبه للقرد، انما بالنسبه للست ممكن تسالي اي نسناسه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا بقيت جريندايزر خالص. انت مين؟ انا امل. النسنسه؟ لا الدكتور. ياه ده انت مش شبهها خالص. هي مين دي اللي انا مش شبهها؟ ما تخافش انت مش شبهك، يعني اصل ما تزعليش مني، يعني ده انا كنت متخيل الصوره. يا ريتني ما فتحت. معلش استحمل. انا ايه اللي كبرنا استحمل؟ طب ما ترجعي الشاشه تاني زي ما كان. بس يعني لو هترجعي الشاش ممكن تسيبي عينيا من غير ما تغطيها. طب ممكن اسالك سؤال بمناسبه انك فتحت؟ استغلال كده من اولها. اسالي. ماشي يا عم. ايه اللي عجبك في ياسمين وايه اللي عجب ياسمين فيك؟ حاجات كتير، زي مثلا الشجاعه. عارف بقى الوقت اللي بنشوف اكتر رياضه بتدي ثقه في النفس. انا مش مصدق ان انا هبقى طاير في الهوا كده زي الدبانه. انت عارف ان انا ما بقدرش اعدي ويك اند غير لما نط من هنا. كانش ده مهوش شويه. هاي كوت. لا لا انا هطلع لوحدي، خليك. اوبا يا عم، قلت لك انا قلت لك برضه ايدك انت ما سمعتنيش، بقولها بصوت واطي. يلا بقول لك هوب هوب. انت انا مش هوب. انا بقول لك يلا نط يا عم. مش هوب شغل هوب بتاعكوا ده، ده انتوا كلكم هوب. اوعى. انا مش بهزر. يلا نط. مش هوب عشان خاطر. مش هوب مش هوب. انا يلا بقول لك يلا. ايدك دي هوب. انت روح هوب. انت مش هوب. والنبي بقى مش عايز هوب. والنبي والنبي مش تحفة تحفة. ايه ده؟ ايه الاحساس ده يا ياسمين؟ مش مصدق كنت طاير في الهواء ونازل بسرعة جدا والبيوت صغيرة قوي، بس غمضت عيني في حتة كان نفسي اشوفها. ايه اللي قلعك كده؟ اتحريت وانا نازل فقلعت. كل ويك اند كل ويك اند تجيبيني معاكي. والنبي والنبي ماشي. ها اوعي إيه تنسي. والنبي ماشي والنبي. ايه اللي في ايدك ده؟ ده الباراشوت. الله. طب والباراشوت تعمل ليه مش كده؟ عشان الباراشوت بتاعك ما فتحش. اول مره في حياتي اشوف واحد ينط من الارتفاع ده والباراشوت بتاعه ما يفتحش. ايه ده؟ فتحش؟ استنى. صدقني يعني ما حسيتش خالص. سبحان الله. زي ما قلت لك. والنبي 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 والنبي. حاضر حاضر. والنبي ايه بقى؟ النبي لما تيجي هنا ما تقوليش خالص. انت مجنونه. فين بقى الشجاعه في اللي انت عملته ده؟ لا كان قصدي شجاعتها هي. شجاعتي انا في ان انا قاومت كل الضغوط وما رضيتش انط. امال فين نضارتي؟ عارفه لو كان هيفرق مع ياسمين ان انا انط انا كنت نطير، بس انا عارف ان هي مش في دماغها. يعني انا ازاي مش ده؟ يا ريتني ما لبستها. انا علشان خاطر ياسمين عملت حاجات كتير جدا ما كنتش حابب ان انا اعملها. زي ايه؟ زي ايه؟ امال فين موبايل ساعي؟ زي حاجات كتير، بس اللي يفتكر بقى حاجات تملى كود. سجايري سجايري سجايري. موبايل مقفول. لف لنا سجارة بقى. قلت لك أنا ماليش لا في اللف ولا الدوران. يا أمل تعمليش فيها بلطو بقى، هو في حد ما بيعرفش يلف برضه؟ والله ما بعرف. خلاص وأنا كمان بقى ما بعرفش أكمل. هتلاقي البفر على اليمين والفلاتر على الشمال. تك يا سلام، سمع الصوت وحلاوته. طب كمل وأنا بلف. أوكي، بما إنك مبتدئة بقى
هاتي طبق وتعالي اقعدي جنبي وانا اقول لك ما كنتش حابب ايه في ياسمين. You should be stronger than me. عيال You've been here 7 years longer than me. مساء الخير. مساء الخير. Hello. ازيك؟ هاي. 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 هيبس. بوبا ازيك؟ صحابي جدا. قول. جدا. أصحابك دول إيه؟ مالهمش اسم برايفت نمبر ولا إيه؟ أنت إيه؟ ما بتحبش اللمة؟ أنا لا بالعكس، مين قالك؟ أنا بحب اللمة جدا. عارفة بتبقى فيها دردشة وناس كده، بنقعد نخش في مواضيع ونطلع مواضيع ونفتح في مواضيع ونتكلم كلنا في نفس واحد وما نبقاش سامعين بعض، فنضطر نعلي صوتنا فيجيلنا صداع. أنا شخصيا بحب الصداع خصوصا لو نصفي. مساء الخير يا فندم. مساء النور. تحبوا تاكلوا إيه يا فندم؟ يا ولد اتأخرت كده ليه؟ انت ايه كنت بتعزي؟ ده انا جعان جدا. شوف بقى هناكل ايه؟ هناكل سوشي وش. جرب. لو سمحت هات لنا 2 اوردر سوشي اعمل لنا سلكشن. استنى بس خد يا عم كنت بتعزي انت. يا ستي انا ماليش في السوشي ده. لا ان السوشي هنا حماده هيعجبك قوي. حماده مين؟ وانا هقدمه في المدرسه. بقول لك ماليش فيه. ماشي. طالما انت اللي طلبتيه يبقى حماده. ايه ده يا بلبل؟ ايه؟ تاكلك حساسية من السوشي؟ حساسية في السوشي؟ فين؟ في وشك. ايه؟ في وشي انا؟ لا يا شيخ. ايه ده؟ ياسمين ده؟ وقعدت تقولي حمادة 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 لعب في وشي اهو. ها. ها. بس عارف؟ أجمل حاجة إنك تجرب مع اللي بتحبه الحاجة اللي هو بيحبها. أيوة مع إن السوشي ده جاب لي تسلخات. معلش. بس كفاية إنك حاولت عشان خاطرها، مش قلت لأ وخلاص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيبي نص رغيف ها حط لنا فيه شويه طبخ على فلترين ثلاثه كده على ورقتين بفره هاكل سندوتش سجاير. حسبي الله ونعم الوكيل. مش هتقدر تغمض عينيك.